الدوار ولاد جامع. ولاد جامع. السلام عليكم ورحمه الله، بس بقناه سو تي في. حنا كنتوزو الان بدوار ولاد جامع بحد السوالم لواحد المشكل اللي هو ديال واحد السيده، هاد السيده اللي كتقول بانها تعنفات من طرف الزوج ديالها ثلاثه المرات، عندها معها ثلاث الوليدات، كتعنف المره الاولى وكتجي غضبانه لدارهم وكيدخلوا الناس ووالديها وكترجع لدارهم، المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، تقهرات. اليوم يا تعاودي لنا اشنو وقع بالضبط؟ السلام عليكم ولاله. السلام اخويا. عاودي لي كيفاش كنتي عايشه مع الراجل؟ كيفاش شنو المشاكل؟ انا يا ديما كان يدخلوا الناس المره الاولى، المره الثانيه، ديال المره الثالثه، وعاد الايامات الاخرى اللي كيكون نقاش بيني وبينك تكرفص وما كنمشيش لدارنا، كيبقى بينا ديما انا وياه، ديما العنف وديما تكرفيس وديما مع كيدخلوا عائلته وسميته. ودابا يا المره الاخرى مشيت درت به شكايه، مشيت درت شهاده طبيه عاد في السبيطار، ودفعت الشكايه للجدارميه. من دفعتها للجدارميه قال لي صافي انا حنا غنعيطوا ليه نتكلفوا، عيطوا ليه قدامي كنسمعهم، قال لي مخدم حتى العشيه ونجي. من قال لي حتى العشيه انايا ما وصلت صافي سيري خليني، راه غيجي هو غادي نهضروا معاه تنعيطوا لك. صافي من مشيت قال لي تنعيطوا لك، كنت سنة عيطوا ليا، عيط ليا نهار الحد قال لي جي نعاودوا لك المحضر، راه ما تقبلش لك الملف جاي من الوكيل المالك، خاصك تعاودي لنا المحضر، تعاودي الاقوان تصنطوا لك عاوتاني، نعاودو قال لي نتصنطوا لك. ومن سميتو من كنت صافي لبس جلابيتي غاده، تقال لي خويا قال لي الحد اليوم، الحد ما خصكش تمشي يوم الحد، ما فهمتي ما خدامينش. وصافي من قال لي الحد ما خدامينش بركت، ومن صافي خداو النمره من سميتو، النمره كاينه اختو تما كاين، عطاتو النمره ديال خويا، عيطوا لخويا خدا النمره هضر معاه، قال ليه سميتو، قال ليه راه عيطت واحد المحامي، قال ليه المحضر ما كيتعاودش، ما يمكنش المحضر يتعاود ليكم. من عيط المحامي قال ليه ما يمكنش يتعاود، قال لي عاوتاني قطع جدارمي، عاوتاني عيط خويا قال لي غدا مع تسعود في عين سبع، المحكمه ديال عين سبع. مشيت كنتسنى، ما عندي لا ورقه لا عطيني لا ورقه لا والو، مشيت نتسنى، مشيت عند المحكمه الباب قلت لها خويا راني مسيت عيني جدارمي بين شكايه مع راجلي، قال لي تسنيت غوتو عليك سيري، قال لي ليه بقيت واقفه، قال لي سيري ليه مع الناس نتسنوا. بقيت كنتسنى، تسنيت واحد شويه مشيت رجعت عنده قلت ليه، قال لي باقي ما جاوش جدارميه، سيري تسنيت نعيط لك، جاو جدارميه. بقيت نتسنى حتى الجو ثاني وانا باركه تم كنتسنى، رجع عنده قال لي انت، قال لي ما غادي يبغي يقولوا السميه ديالك، يقولوا لنا راه غادي نجي نعيط لك سيري. بقيت تما صافي، بقيت تما كنتسنى شويه، وصلت ديك الخمسه نهار من الصباح قلت لك حتى العشيه، حتى ديك الخمسه بحال هكا كنتسناش، كيبان لي السيد خارج هاز ورقه، خارج راجلي خارج هاز ورقه، عم قالت اختو سلمت عليه وداتو مشات امو مشات. صافي انا جيت ما عيطوا لي، ما سينيت لي، ما خدوا الاقوال ديالي، ما حتى حاجه. وكنتمنى المخزن ياخذ ليا حقي، هادشي اللي كنتمنى، كنتمنى وكيل مالك يعاونوني حيت انا ظلمت انا بزاف وتكرفص، وكتعاونو اختو هي اللي دايره هادشي، اختو وهي اصلا شتها ماشي ما شتهاش، راني شتها وكدور عندنا وهزت التليفون وكدور ليا من اللور ودور ليا من القدام وواقفه. انا شفت اختو مو مازال كنشوفها كنقول واش هي مدرقه، من كتشوفني كنشوفها كدور مدرقه ورا البلاكه امو، واختو هي اللي كدور حدانا وكهزت التليفون كل مره كدور، واختو هي اللي دايره هادشي. جات هذيك النهار جاو دارهم هنا قالوا لي بغاو ندير التنازل، جابوا واحد الناس بغاو ندير التنازل، قلت لي ما يمكنش ليا، انا قلت لي معيشه في العذاب، كل مره كيتكرفص عليا كون قتلني. هو قال لي غنزحفك ونعيط للجدارميه حيت لقيتو كيدير الفساد، وقال لي خاص الدليل، وانا ديما صابره مع هذا الراجل ومسكنني في هذيك الدار فيها الشعواده، مرت عمو فيها الوراثه ديما كينوضوا ليا ومدايره ليا شهاده الزور ومصيفطاني للمحكمه بان كرفص على مرت عمو وانا ما مكرفسيش، باش انايا ديك الدار ساكنه فيها الوراثه وفيها الصداع والمشاكل. هذا الراجل ما بغاش يسمع، مره الاولى ومره الثانيه ومره الثالثه دخل نسيبي، اخر مره دخل نسيبي هو اللي صيفطني لي، هو اللي قال لي انت، قال لي اخر مره تهم وتهلا في ولادي. وهذا الراجل ما بغاش يهديه الله وما بغاش يشد الطريق معايا، وانا مكرصه في هذيك الدار، وقلت لي خالتي وعمي بحكوا با، قلت لهم ديروا حل معايا في هذيك الدار، تكرفص الشعواده راه مرت خوك هذيك، ما تخلونيش مكرفصه تما في هذيك الدار فيها باقا ديال الوراثه وداك الشيء، وانا تلوح ليا في السحور الحيط فيه البيض خامج والدجاج وداك الشيء ملي وحتم، قلت لي ديروا لي حل مع مرت عمكم خذي. ومن سمع الراجل قال لي شوف هاد السيده راه كتعذبت الدريه على حسابي، على الراجل اللي جا قال لي الدريه تمكن ترجع لي، راه ترجع لي ودير لي الورقه انتزال، وان شكون ضمن لي الدريه ترجع ثاني كرفصه ثاني وترجع ثاني بحال هكايا. وهاد المره ديروا معاه حل وكري ليها، تكلف به وكري ليها بحال هكا، قال لي تكلف به وكري. من سمع بالكره ناض خرج قال لي خلي بوه في الحبس،
من سمع الكره حيت ديك الدار ديال باه. ما عنديش حق انا نهضر ولده حيت باه اللي عنده الحق يهضر حيت ديال الوراثه فاهم. باه باقي حي مبغاش يدير حل من خرجوا من خرجوا ما وافقش من خرجوا. خرجت اختو بدات كتعاير تضرب هنايا حيت عنده الطاكسي بدات تضرب اختو بدات تعاير فيا وتجبد لي بابا ميت الله يرحمه وعارفاني ما عنديش بابا ومكرفس وعارفاني انا عايشه انا ما عنديش فلوس النفوذ وعارفه داك خوتي مكرفسه ماما عايشه مع خويا عندي داك البيت ماما عندها ما عنديش فين نمشي ونجي عارفاني ونسمعك تقول لي قالت لي هي اللي غتكرفس هو راه غيتشد وغيخرج هو مديه لي اخ المنطه المنطه الزينه مديه لي مدي لي الماكله كنوصل عليه هو غير بارك انت اللي غتكرفسي بدوك ثلاثه انت اللي غتمحني سولي راسك انت اللي غتكرفسي وانا هاد المراه ظلمتني وختو ظلمتني بزاف ما عرفتش انا ختو كيفاش هي اللي معاونهم زعما هي اللي مزعمه يدير هاد الشيء وبي امو خاصهم يهضروا انا مخليني مكرفسه في هذيك الدار ومرت عمو قلت لك تعدات عليا مرت عمو ديما كتعدى عليا وديما كنشكي عليه وكيمشي وكتقول لي امو ما تشكيش عليه كتقول لي امو ما تشكيش عليه ما تشكيش على الراجل وعلى من انا غنشكي من كنمشي كيقول لي شيخي سر صبري هذيك راه مسطيه ما تديش على مرت عمو راه اللي دارت السحور دعي الله دير القران كندير ديما القران هذيك المراه هلكتني ومسكني في الدار قالت لك بعيده سالات البوطه كنبقى شحال وانا كنبقى ما كنمشي لا الجيران ما مديره لا الجيران لا صحاب لا والو باركه غير مع ولادي الصباح نديهم ونجيبهم هذيك المراه بعيده من الباب ومكرفصاني تجي لي حتى الباب قلت لك تخوي لي الماء تحفر لي تحت بابي مشي ثاني نصايب ثاني وهلكتني ديك المراه عذبتني في حياتي ما بغاش يدير معايا حل ومن قلت لي انا غنصيفط جدارمي قلت لي غادي نصيفط ندير معاك حل قال لي سيري قال لي ما عندك ما ديري نعطي الفلوس سيري قال لي بحال هكا سيدي بحال هكا عذبني هذا الراجل كرفصني وانا بابا ما عنديش كون عندي غير بابا انا كان بابا حيوان مات دابا كان عندي كان قال لي غادي نصيفط وقف معايا في المره الاولى قال لي بنتي باقي عندي بنتي الاولى باقي عندي قال لي بابا نفكو قال لي قد القضيه بنتي هو جايبكي وباه جايبكي ومره الاخرى سمح لي على داك وجه الوليد وديك البنيه مشينا المره الثانيه جيت في بنتي الثانيه تكرفص فكنت حامله في اخر مره فاش نسيبي كنت حامله بالولدي ثاني كرفصني مشيت ثاني عند سميتها مشيت عند سيبي هو اللي هضر معايا اخر مره وهذه المره انا مشيت درت به شكايه وهزيت ولادي وغدا لكازا ما عنديش فين نمشي قال ماما كطلبك وتقول لي جي كتقول لي غير يلا معاكم قول لها فين غنمشي نقول لها خوتي فين ما بقاش عندي الوجه باش نمشي نسيبي اخر مره خوتي شكون غيسمعك واش مرت خوك غتقبل لك ثلاثه الاولاد وانا ما قاريش ما عارف فين نخدم الله عندي 9 شهور قلت لك باش والده بالفتيح فاتي كرتي وثلاثه الفتحات فتح الاول وفتح الثاني وفتح الثالثه ما عنديش الصحه باش غادي نخدم وما قاريش وما عارفاش وعارفني هكا وكيقول لي انا فين غادي نمشي هو كيدير لي واحد عارفني ما عنديش عائله ما عندي بابا ميت خويا هو اللي عندي مزوج هاد بولادو واش مرتو غتقبل لي انا ثلاثه الاولاد ماما عايشه مع خويا عندها غير بيت عايشه مع امي جده راه امي جده في الدار كي غيقبلوا لي ولادي انا كي غندير وانا خرجت لهم على مدرستهم دابا الاخرى كتقرا والاخرى كتقرا في التحضيري ضيع على داك العام وغيضيع على هذا العام ما يمكنش يضيع على العام الثالث وما كيخممش هاد الولاد ودارهم تا هما ما واقفينش كينصحوا ولدهم ويديروا حل ويبعدوني من داك الصداع وداك المشاكل ويديروا لي سميتها حل معاه ويكروا لي فاش يقوم حيت انا داك الدار عايشه فيها الصداع والمشاكل وفيها السحور وفيها عائلته كامله هكاك انا تسخرت ما كاينش اللي يعاونك ويديرك انا ما مشيت درتي وحق صدر به الزيت ولادي وكنت غدا لكازا قلت لها خليني نطلب العلم ولا لقيت غنقدر نلقى شي محسنين يساعدوني قلت لها يساعدوني وقفوا معايا ما يمكنش قلت لها ورشي جمعيه ما يمكنش قلت لها انا نبقى مكرفسه تما قلت لها المره الاولى قلت لها المره رجعت ما غنرجعش حيه حيت هاد الاخر قال لي غنزحفك قال لي وانا هادشي كامل زرق قال لي غنزحفك انا ما وقفتش برجلي وما وقعش ليا ما متعوقش من شي قعم من شي قنت راه عندي الزهر دابا انا راسي باقي كيضرني من هنا ومن هنا مضروبه في راسي في عنقي من جات عندي ماما كتقيش تنبرك كنوض كنعس هكا هادو ضاريني هادو كامله وباش ضاربني بهذيك ديال الكوكوط هذيك الحديده اللي كتكون تسد الكوكوط ماشي هذيك ديال الكوكوط اللي كتسد هي اللي عاطيني بها هنا من كنت كندافع بايدي ضربت هنا ايدي هذيك منفوخه مجروحه جرحت من هنا ديال الذم تحت ديال الجلده من هنا مجروحه من هنايا من هنا زرقاء من كنت كندافع بحال هكا كندافع على ايدي كنتعكر منها كنت مخنوقه من هنا صورتني جدارميه من هنا راه براته من هذاك التنين اللي فات هادشي وقع من عنفني التنين اللي فات فاش ضربت مع المغرب ومضروبه هنا ومضروبه هنا كنت مضروبه انت لودني هنايا مصورتني جدارميه انايا ماشي مصورتنيش وشافتني وجدارميه وما داروش معايا حل انا ما مشيت عند جدارميه شكيت
مشيت عندهم ودرت درت شهاده طبيه ومشيت عندهم، تصنتوا لي ماشي ما تصنتوا، صورتني جدارميه وعطات لهذاك اللي غادي يكتب لي، شافها في التليفون ديالو كيكتب وكنقول لي بحال هكا، من كصور صور هذاك سميتو داك الشيء، قال لي صافي كوني هانيه النمره، عطيتو النمره ديالو هضر معاه قال لي خدام دابا ما يمكنش ليا نجي، قال لي الوقت اللي جيت طلق الوقت، قال لي العشيه، بقيت نتسنت مع جدارميه قال لي سيري تنعيطوا لك، من نهار الحد كنت كنسمع عيط لي جدارميه قال لي جي عندي دابا، قال لي راه مصيفط لك الملف. اه اليوم اختي شنو كطالبي؟ كنطالب هذا السيد يدير معايا حل، مابقاش نتكرفص، مابقاش نتكرفص، يهز سير ولادو ويكري لي فاش يخنت، هذا الشيء اللي كنطلب، كنطلب على ولادي وعلى سميتو، راه ولادو تا هو ماشي غير ولادي انا، راه تا هو ولادو والدهم، ماشي غادي يبقاو يتكرفصوا، واش تا هي ولدتي الولاد وخليهم غادي يتكرفصوا، غيتكرفصوا، راه ولادك هادو ماشي ولادي غير انا، نطالب السيد سميتو يدير لي معاه محل هذاك سميتو يهز لي السير ديالهم ويكري لي، ما يخلينيش انا ساكنه في هذيك المرا مرت عمود دير لي الشعواده، انا الفاس اكيد الفاسد، انا الفاسد ماشي موش كيبغات ديري منك، الله اللي خلقك انا هذاك الشيء اللي درتي منه، الله اللي خلقك، الله كاين فوق من كل شيء، انا كنطلب غير تهز لي السير لولادي وتكري ليهم، ما نبقاش انا في ذاك الوارث الصداع تما باقي محققش الماكينه دير لي ديك الحاله، وباك وامك بعادين ومخليني انا في الصداع في ذاك نحرر لكم هذيك البلاصه، انا ديما ماشيه الظلم، ديما ديك النار عاد جات بنت عمو شهدت فيا بان تكرفص على السيده، وانا ما لاحقه لا ما مقربه اش بيني وبينك باش نكرفصك، انا باغا ولادي عايشه بخير غنمشي انا صداع المشاكل، انا خاصني صداع المشاكل، ما عيشني في ذاك العنف وتما الشعوذه وكل شيء، مكرفصيني في هذيك البلاصه 8 سنين وانا كنتكرفص في هذيك البلاصه 8 سنين، فهمتي 8 سنين وانا كنمشي وكتخلي، درت كاميرات كاميرات، درت 5 الكاميرات درتهم شفتهم على قبل هذيك الحاله، كنلقى البيض خامس في الحيوطه، كنلقى الجاج، كنلقى حفره ليا، كنلقى راشه ليا، كنلقى داك الشيء مرشو جيت الباب، حاجتك الزبل كتلقاه مدفوق، سميتو نشرت حوايجك كنلقى فيه داك الشيء خايب، راه قايلها حتى لعمي قلتها لي باه قلتها لي، كنفرق مشيت من كنهضر ما كيطيقونيش الناس، كيقول لي راه ما كان مرا كبير ما يمكنش ديري داك الشيء، ندير الخيمه ولا شي ما يمكنش ديري داك الشيء، من مشيت غضبانه اخر مره مشيت غضبانه، مشى دار ثاني مشى دار كاميرا، جاب كاميرا دارهم في الدار، شافها بان كترش وما مشاش دار جدارميه، ونقص باه قال لي ما يمكنش، قال لي تمشي قال لي دير، قال لي مرت عمك وداك الشيء ماشي تا وداك الشيء ماشي مشكل، مصوره الكاميرا شادهم في التليفون كترش عليا داك، كترش الماء كترش داك الشيء هازه وكترش وجيت الباب، وكتطل بحال هكا كترقب وكتدخل عليا تحل الباب، تدخل عليا وكتجي في واحد الحاله وكتحل عليا حتى الباب داري، وكتشوف طل هكا وكتزيد، هاد المرا كرفصتني وكرفصني تا هو كرفصني، كنتمنى المخزن يدير لي حل وياخذ لي حقي وحق وليداتي، هادشي اللي كنتمنى.